شنو هادشي اللي كيوقع في مدينة أسفي الخوت والخواتات؟ أربعة الأرواح في زمن قياسي، ها زهير ضحية جبروت مول الحوت، ها تاجر المتلاشيات كيقتل البوليسي، ها جثة في السكة وكملات وجملات من اللي قتل شي حمق مرات خوه. هو بحق أسبوع ديال الدم والقتيلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. للأسف الشي اللي كيوقع في مدينة أسفي ممكن يوقع في أي مدينة وماشي حكر عليها فقط، راه ماشي غير هاد الجرائم اللي هي عرضية وكتوقع وتجعلنا باش نقولوا أن أسفي غير آمنة. هاد الشي ماشي صحيح، بالعكس هاد الجرائم كما قلت عرضية، يمكن توقع في أي بلاصة، وحتى المسؤولية ديال هاد الجهة أو تلك الجهة غير قائمة في بحال هاد الجرائم، حيت كما كان لا المصالح الأمنية ولا أي شيء ما غاديش يدخلوا في العقول ديال بنادم ويعرفوا بلي السيد راه باغي يقتل أو مخطط للقتيلة ولا شي حاجة. العيب إلا كان شي تهاون، كانت اعتداءات متكررة وكان شي تهاون أدى مثلا لجريمة معينة، أما والحال الغالبية الجريمة كتوقع بشكل عرضي وفي نزاعات تافهة كيكونوا ما بين الأشخاص والضحية والجاني، ما يمكنش نقولوا ان كاين مسؤوليه ديال جهه معينه هنا ما كندافع حتى شي جهه. المهم تحيه للناس مدينه اسفي، وكثرت هاد الجرائم في زمن قياسي ما يمكنش تجعلنا باش نحكموا عليهم، يعني الناس ولا على المدينه بلي هما اللي مسؤولين عليها. نسد القوس ونهضر لكم على الجريمه الجديده اللي وقعت صباح 3 فاتح يونيو 2021 وبالضبط في دوار العجمنة بالجامعه القرويه ديال الحد الحراره. شي حمق قتل مرات خوه ويتم ثلاثة ديال الولاد، الله يكون لهم في العوان ولا حول ولا قوة إلا بالله. الجاني ضرب الضحية بشاقور وأصابها إصابة بليغة خاصة في الرأس والعنق، مسكينة ماتت في الحين، والجثة ديالها تهزت لامورك بالمستشفى الإقليمي باش تشرح. المتهم شدوه جدرمية ديال حد حرارة وداز في الحرس في الحراسة النظرية. الله يرحم المرحومة ويصبر عائلتها ورجلها والوليدات مساكين هما أكبر ضحية. وهنا غادي نعاود ديك الأسطوانة ديال شنو كيديروا بيناتنا ديك الحماق والمرضى النفسانيين، هادو خصهم يكونوا في السبيطارات ماشي نخليوهم دالعين في الشوارع وبيناتنا حتى يقتلونا. ماشي هاد الحمق الوحيد اللي قتل في هاد الأسابيع الأخيرة للأسف، هاد اللي قتل باه اللي كاد يفني دوار كامل، واو يعني الحالات كثيرة صراحة. خص حل رسمي لهذا المرضى والحماق، السبيطارات خصهم يتعالجوا، خصهم حلول مهم باش ما يرتكبوش فواجع ويخلفوا ضحايا. المهم جريمة قتل الزوجة مسكينة جات بعد ساعات قليلة من اللي لقاو الناس، وذلك نهار الحد 30 ماي 2021، لقاو شي جثة ديال شي واحد في الثلاثينات من عمرهم، كانت مدة على السكة الحديدية بمنطقة مسيجة حدا قصر البحر بالمدينة العتيقة. واش السيد انتحر لاح راسو مثلا في طريق التران، او قتلو شي حد ورماه تماك باش يخبي معالم الجريمة؟ الله اعلم. البحث اللي فتحته المصالح الامنية هو اللي غادي يكشف حقيقة ويفرش كل شي ويبين ظروف وملابسات وأسباب هذه الوفاة. المثير أن الناس كيقولوا أن الضحية حتى هو مخصل عقليا، يعني حمق كيعاني من اضطرابات نفسية وكيتعالج مرض النفسي ديالو. يعني والله يرحمه ويرحم هاد المرض اللي هدرت عليها في الأول، ويرحم حتى البوليسي مسكين الله يصبر عائلته وزهير وضحايا الجريمة في مدينة أسفي وغيرها من المدن المغربية. أسفي للأسف تبلات بحال هاد الجرائم، وهي المدينة الآمنة والهادئة اللي الناس ديالها الله يعمرها دار مسالمين ومخلقين ومربيين، لكن هذا الشيء اللي كيوقع ما عندوش علاقة لا بالناس ديالها، هي حوادث عرضية وما يمكنش يعني نلصقوا تهمة لهذا المدينة ولا للناس. توالي هذه الجرائم المرويعة حركات الفعالية المدنية بالمدينة وشي تكتل الحقوقي دار بيان رجع فيه أسباب تنامي هذه الجريمة للفقر والفساد. شكرا اللي تبعتوا الفيديو حتى الاخر، وانا شاكر لكم على الاهتمام بالشي اللي كتنشروا قناة موروكان كريم تي في الجريمة المغربية، وشكرا على وفائكم، ومرحبا بالناس اللي كيكتشفوا القناة لأول مرة. واليوم كنقول
تريدكم معنا تابونا، تضغطوا على زر الجرس، وعلى الكل باش يوصلكم الشيء اللي كننشره في حينه، وانتم مشكورون على ذلك. والى فرصة لاحقة، دمتم اوفياء للقناة، ودامت لكم الافراح والمسرات.